نعم، مفهوم النصرة كما سمعتم تكون بالكتاب والسنة والحجج القرآنية والنبوية، وتكون بالاتباع والعمل بسنة صلى الله عليه وسلم. نعم. في سؤال آخر. السؤال الثالث، نعم، في سؤالين باقي. السؤال الثالث: ما هي الأحكام القضائية التي تطبق على من استهزأ وتعدى على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ من استهزأ بالرسول أو بغيره من الرسل فإنه يرتد، إذا كان مسلماً فإنه يرتد عن الإسلام ويخرج من الدين، ويجب على ولي الأمر المسلم، يجب عليه قتله بالردة، ولا يستتاب. الذي يسب الرسول صلى الله عليه وسلم أو أحد من الأنبياء يجب قتله حتماً ولا يستتاب. نعم.